يسعدني باسمكم ان ارحب بالسيد الدكتور نبيل العربي معالي الامين العام لجامعه الدول العربيه. معالي الامين العام السابق ووزير خارجيه مصر السابق والرجل الذي وضع مصر 2014 السيد عمرو موسى. معالي الامين العام الدكتور نبيل العربي. حتى الحرب على الارهاب ظاهره ثقافيه، وقلت ان انا يجب ان اجتمع على كلمه سواء، وتحدثت مع الامين العام وقتها السيد عمرو موسى، وبعدها ايضا تحدثت مع معالي الامين العام الدكتور نبيل العربي، وكان هناك اتفاق عام على اهميه انعقاد قمه ثقافيه عربيه برغم كل المتاعب والمشاق والنفقات، خصوصا واننا بدانا ندرك اهميه العامل الثقافي في العلاقات الدوليه المعاصره. كما أن قمة الجزائر العربية قد تبنت هذا الاقتراح ووافقت عليه، وأنا لا أجد منبرا أفضل من المجلس الأعلى للثقافة الذي أشرف بعضويته وفي حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام السابق وتحت رعاية وزير الثقافة المصري، أن أجدد الدعوة هنا أن أهم ما نحتاجه في العالم العربي حاليا هو قمة ثقافية عربية نناقش فيها بوضوح مشكلات التعليم، مشكلات اللغة العربية، مشكلات التواصل بين الدول العربية، مشكلات علاقتنا بالعالم، مشكلات الاختلافات الثقافية في عصرنا هذا، هذا أمر هام جدا. ولذلك أجدد الدعوة وأعتز بأنني كنت أول من دعا إليها منذ 10 سنوات أو أكثر. النقطة الثانية، إلى الذين يحاولون جلد جامعة الدول العربية ويتصورون أنها غير مجدية، هم يقعون في خطأ كبير. تصوروا العالم العربي منذ عام 45 حتى الآن بدون الجامعة العربية. على الأقل إن هناك اجتماعين كل سنة لوزراء الخارجية العرب في سبتمبر ومارس، في قمة عربية، في تشاور وتواصل. إحنا دايماً مغرمين بجلد الذات، جامعة الدول العربية أدت دوراً كبيراً في تأجيل كثير من المواجهات والصراعات وفي تهدئة الخواطر في العالم العربي. شكر معالي الوزير واحيي جميع الموجودين الامين العام السابق وزير خارجيه مصر الاسبق السيد عمرو موسى الصبان الامين العام لمجلس الاعلى للثقافه وجميع حضراتكم انا ارى امامي سواء من سفراء الدول العربيه او الشخصيات العامه يعني اسماء هامه ولهم دور كبير في مجالات مختلفه ويسعدني ان ارحب بهم كده. الواقع اني يعني سوف اتحدث حول نقاط متعدده. نحن نحتفل بالذكرى 70 لتاسيس جامعه الدول العربيه. ربما يكون مفيد التفكير بانها كانت المقام الاول تجليا ثقافيا ونتاجا تاريخيا لمسار فكري طويل توج بارساء منظومه متكامله للانبعاث العربي كامل. ميثاق كتب في وانا بكررها دائما في اغسطس وسبتمبر 1944 في الاسكندريه 7 دول هي اللي وقعت الميثاق، وكان هذا قبل اي منظمات اخرى ظهرت بعد الحرب العالميه الثانيه، يعني كان قبل ان تضع الحرب اوزارها تم اقرار الميثاق في 22 مارس من عام 45. اهتمام الجامعه العربيه بالدور الثقافي هام جدا. الثقافه بكل ابعادها ومجالاتها وإدراكها أن تعزيز العلاقات بين الدول وشعوب الأمة العربية ينهض أساساً على الثقافة والحضارة المشتركة والتاريخ المشترك واللغة المشتركة، اللغة العربية التي بدأت تفقد الكثير من الاهتمام بها، وأنا سعيد أن في مجلس الأعلى للثقافة لا شك أن هناك دفعة قوية للنهوض باللغة العربية في جميع الدول العربية، أنا بيؤلمني أني أرى إعلانات في الصحف وفي كل مكان بلغة عامية. هذا لم يكن يحدث في بلادنا من 20 و30 عام، فعلينا الاهتمام باللغه لانها جزء اساسي من الثقافه. السيدات والساده اعضاء
هذا المجتمع العربي المنشغل بما لخصه عنوان هذه الندوة: الآلام الماضي وأحلام المستقبل. كم كنت أود أن أتغير هذا العنوان ليكون أحلام الماضي وآلام الحاضر واستشراف المستقبل. نعم، كان هناك حلم عربي كبير، كما كان هناك فشل عربي صارخ. ولولا جامعة الدول العربية لتفتت، لانفكت الروابط وتفتتت الكيانات. وأنا أتفق مع كل ما ذكره الدكتور كبير العربي فيما يتعلق بدور الجامعة العربية وبالمخاطر التي نواجهها جميعا وبدور الثقافة، أي القوة الناعمة في حماية المرحلة الحالية من ليس العمل العربي وإنما الوجود العربي في ذلك. وواقع الأمر أنني لا أتفق مع الرأي القائل بأننا كنا ضحية مؤامرة من أول الأمر إلى آخره. نعم، هناك مؤامرات لا شك في هذا، وسياسات تتوجه إلى تقزيم العمل العربي ودعمه، ولكن هناك أخطاء منا، نحن أخطاء على مدى تاريخنا الحديث في التعامل مع مجتمعاتنا في عملية التنمية والأمن القومي كما يجب أن يفسر ويعرف الأمن القومي، أي التعليم، أي الثقافة، أي العلم، وأيضا الأمن بمعنى التقليد. إذا